آلياتهم ودباباتهم، وعلى رأسهم اليوم الميجر جنرال أندري سوخوفيتسكي. إلى أي مدى يمكن القول بأنه بالفعل ما بدأ به ضيفنا هنا في الاستديو، روسيا تورطت في أوكرانيا والجيش الأوكراني استعاد زمام المبادرة إذا بدك؟ شكرا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. حقيقة يعني اليوم كنا نتكلم قبل أيام أنا وحضرتك وقلت لك خلال 3 أيام إذا روسيا ما قدرت تحتمي الموقف لصالحها فأعتقد أن القضية ستكون صعبة وستدخل روسيا بمأزق حرب المدن، واللي هو يكون يعني حرب استنزاف طويلة ومدمرة. بالإضافة إلى أنه اليوم المعلومات تقول أن روسيا استخدمت فقط 10% من الإمكانات العسكرية التي يمكن دخلت فيها إلى أوكرانيا. اليوم أيضا يعني تابعنا الخريطة العسكرية والتقدم الروسي، يعني إحنا نلاحظ أن هنالك عبارة عن كماشة تجاه كييف. القضية يمكن أنه التأجيل الحسم يعني بالنسبة للروس هناك يعني معوقات كثيرة، كانت معوقات يعني بالنسبة للقرار السياسي أو بالنسبة للقرار الأمني أو بالنسبة للقرار العسكري، وحقيقة هذا يعني مرتبط بالقيادة الروسية العسكرية قبل أن يرتبط بالقيادة السياسية، لأن أنت تعلم أن القيادة السياسية آخر رأيها هو القرار العسكري. فلهذا أنا يعني أقول أن الروس يعني، لكن دكتور علاء، يعني بالنسبة للأرقام المتداولة حول خسائر الجيش الروسي إن كان ما يعلنه الرئيس الأوكراني شخصيا أو غير ذلك، يعني الحديث عن أرقام لافتة، هل لديك اطلاع على هذه الأرقام وكيف تنظر إليها؟ الحقيقة هنالك تناقض. أنا يعني ذكرت يعني في منبر قناتكم وقلت أنه لحد الآن ما عندنا تصريحات عسكرية حقيقية أو ممكن أن تكون أدلة دامغة من خلال وجود يعني الشاهد العياني الموجود في المنطقة، ما عندنا لحد هاللحظة، فقط إحنا نعتمد على تقارير إعلامية أو ما تنقله بعض الوكالات، وهذا خطأ لأن القضايا العسكرية والميدانية ممكن يعني لقضايا إعلامية ممكن أن تنقلها بصورة مباشرة. فلهذا يعني اليوم صور الأقمار الصناعية كذلك يعني التخبط في التقدم بالنسبة للقوات الروسية ممكن أن يعطي يعني بعض التفاصيل عن الخسائر، ولكن أنت اليوم هنالك تقدم، هنالك يعني تثبيت للجبهة، يعني عند اليوم الروس يعملون على تثبيت جبهة وهذا مهم جدا. يعني الإحاطة اللي عندهم تجاه العاصمة كييف، يعني من خلال ملاحظتنا لخارطة تقدم القوات الروسية يظهر أنه الروس في مخيلتهم الكثير من يعني ما تخفي جعبتهم من القرارات ومن الآراء التي ممكن أن تدخل إلى كييف أو ممكن أن تنهي المعركة بأسرع ما يمكن.